خليني اقول لك حاجه كابتن حميد، مهمه اتفضل جدا. اتفضل. يعني دي نافذتنا، قناه النادي الاهلي هي نافذه النادي الاهلي على جمهوره، نافذه رئيسيه وواحده من اهم ادوات المنظومه الاعلاميه للنادي. كابتن محمود الخطيب لما بيحب يخاطب جمهور الاهلي بيخاطبه من خلال القناه، والحقيقه اللي بتؤدي دور عظيم وتشهد تطور هائل، وننتظر انطلاقتها الكبيره ان شاء الله في بدايه اغسطس تحت اشراف الاستاذ خالد توحيد. وبالتالي